لو الحكاية فيها إن فيتو الى 12 الى 13 الى 8 ثاني هتروح مركز فورا، هتروح التعليم ده لازم، مش معناها ان كل سنه تعليم بتزيد حتى كده مع الصح. احنا التغيرات اللي بتحصل في التعليم ده هي اللي بتخلي حد وزي ما قلت احنا عندنا الديبند بتاع، يعني عندنا الجهاز ده فيه فتره الرقابه. وانا السنه دي كمان اثرت على حد صراحه، انا جبت اي استشاري اجنبي كان معه من الاستاذ بارتي، يعني عشان يتاكد من الميثودولوجي او الطريقه التي يتم بها حساب تقرير الفوتو سيرفيس، وايضا تطبيقها لهذا الامر بطريقه صح، والاستشاري راجع وقال ما يتم تطبيقه في مصر هو زي ما يتم تطبيقه في اي حته ثانيه من العالم.